بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، السيدات والسادة الأساتذة الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد الدائري، نرحب بكم في هذا اليوم لنقدم لكم العرض المباشر لفعاليات الملتقى الدولي الثاني الافتراضي متعدد التخصصات المتمحور حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لعملية تدوير النفايات في ظل السعي لتطبيق مفاهيم وأبعاد التنمية المستدامة. من مدينة أسطيف نرحب بكم مرة أخرى. نستهل هذا الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا فضيلة الشيخ القارئ عبد الرزاق الضو إمام مسجد أبي بن كعب بهضبة الباز، يليها النشيد الوطني الجزائري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا
كان بودنا أن يشارك معنا كل من مدير جامعة فرحات عباس سطيف واحد، البروفيسور عبد الكريم بن يعيش، وعميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير البروفيسور عبد الوهاب بالمهدي بكلمة افتتاحية لهذا الملتقى الافتراضي، لكن نظرا للانشغالات والظروف المهنية فقد تعذر عليهم تقديم كلمة. ننتقل الآن إلى الكلمة الافتتاحية للبروفيسورة ليلى قطاف، رئيس مخبر الدراسات والبحوث التسويقية والاقتصادية ورئيس الملتقى الافتراضي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ببدء أريد أن أقدم للحضور الكريم فعاليات الملتقى الدولي الافتراضي في طبعته الثانية، والذي تنظمه جامعة فرحات عباس طيف متمثلة في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ضمن مخبرها الموسوم بمخبر الدراسات التسويقية والاقتصادية، بعد الملتقى الأول الذي شهد نجاحا كبيرا ومساهمة منا في تطوير وإعادة النظر في كل المستجدات على الساحة التي هي متسارعة والمتمثلة في الطرق الحديثة والتجارب العلمية الدولية في إعادة رسكلة النفايات والاستفادة منها، بحيث أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولا سريعا وملحوظا في عملية الإنتاج الذي انتقل وتحول من الإنتاج الخطي المفتوح إلى إنتاج غير خطي دائري مغلق، بحيث أصبحت عملية الإنتاج تشبه دائرة مغلقة، حيث أن عملية الإنتاج التي تستعمل المواد الأولية في إنتاج السلع بعد استعمالها لا يتم رميها، بل يتم الاستفادة منها مرة ثانية في عملية تدويرية، بحيث أن هذه العملية تستعمل هذه المواد الأولية التي تم إنتاجها مسبقا على أساس أنها مدخلات في عملية إنتاج اقتصادي جديد، وهذه العملية التي تعتبر رسكلة في جميع المنتوجات على غرار منتوجات أو السلع البلاستيكية، الزجاج، الحديد، والنفايات المنزلية التي يعاد تدويرها بطريقة حديثة وإعادة إدخالها مرة ثانية في الإنتاج والاستفادة منها كمخرجات تساهم في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني خارج المحروقات، بحيث تشهد الجزائر تزايد ملحوظ في كمية النفايات، بحيث تقدر ب 34 مليون طن سنويا، وتقدر ب 70 مليون طن حوالي 2035. إذن هذا الملتقى الذي سوف يدور في يومين أو على خلال يومين كاملين 27 و28 من الشهر الحالي بكلية العلوم الاقتصادية جامعة فرحات عباس، سوف يضم عدد من المشاركين كل بأفكاره العلمية وبأبحاثه من مختلف الدول الصديقة والشقيقة. وفي الأخير لا يسعني من هذا المنبر إلا أن أشكر باسمي وباسم أعضاء اللجنة العلمية واللجنة التنظيمية السيد الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن عيش رئيس جامعة فرحات عباس على كل التسهيلات وسهره على إنجاح هذه الفعاليات، كما لا يسعني أن أشكر السيد العميد عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير الأستاذ دكتور بالمهدي عبد الوهاب على الدعم ولهذا الملتقى. شكر خاص مني لفريق العمل الدكتور عادل زياد، الدكتور بن عواق أمين، الدكتور عيفة عبد الحق،
شكر خاص للأستاذ الدكتور العمري تجار على كل المساهمات التي قدمها لنا في مجال التهيئة والأطار البيئية، متمنية للفعاليات النجاح وللمشاركين التفوق والتميز، وشكرا في الأخير. شكرا بروفيسورة ليلى. بعد هذا الفاصل سنقدم لكم مشاهدينا الكرام مشاركات الجلسة العامة الأولى حول المحور الاقتصادي لهذا الملتقى. تشكل النفايات والمخلفات الصناعية إشكالاً كبيراً من حيث تزايدها المستمر وآثارها السلبية على البيئة والمجتمع الجزائري، فلا بد من إيجاد تقنيات لإعادة تدوير النفايات والاستفادة منها وتقليل استهلاك الموارد التي تشاركنا فيها الأجيال القادمة. وفي ظل هذا يسعى الاقتصاد الدائري لمراعاة البيئة ومتطلباتها، وذلك من خلال تغيير أساليب الإنتاج وأنماط الاستهلاك. وفي إطار تطبيق مبادئ التنمية المستدامة يمكن استغلال النفايات لتوليد الطاقات المتجددة والتي تسعى الجزائر حالياً لاستغلالها. فما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لعملية تدوير النفايات؟ وما دور الاقتصاد الدائري في تجسيد مبادئ التنمية المستدامة؟ وبهذا الصدد تنظم جامعة فرحات عباس سطيف ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ومخبر الدراسات والبحوث التسويقية والاقتصادية بمشاركة مشاريع البحث التكويني الجامعي ذات الصلة بالموضوع الملتقى الدولي الثاني الافتراضي متعدد التخصصات حول تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لعملية تدوير النفايات في ظل السعي لتطبيق مفاهيم وأبعاد التنمية المستدامة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذا العرض المباشر. نقدم لكم الآن مشاركات الجلسة العامة الأولى حول المحور الاقتصادي، والتي سيشاركون فيها كل من الدكتورة وردة عويسي من جامعة باجي مختار عنابة، والأستاذ علي حيسون والدكتور محمد أخريزي من جامعة ابن زهر بأكادير بالمغرب الشقيق، الدكتورة
عيشوش عبدو من جامعة محمد البشير الإبراهيمي بمدينة برج بوعريريج، بمشاركة الدكتور حمزة مقيطع من جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدا. يشاركنا أيضا الدكتور ربيع المسعود والبروفيسور عمار بن عيشي من جامعة بسكرة، الدكتورة كدروسي صباح والدكتورة أمال بكار من جامعة بشار، الدكتور الياس بومعراف من جامعة فرحات عباس الصيف واحد، بمشاركة الأستاذة نجاة أخناق مدير مستشفى الأم والطفل بالصيف، كما يشاركنا الدكتور محمد غداوية والأستاذة فريحة سلمان من جامعة خميس مليانة. إذن ننتقل إلى مدينة عنابة ونرحب بالدكتورة وردة عويسي من جامعة باجي مختار، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الأستاذة عويسي وردة من جامعة باجي مختار عنابة. أولا أتقدم بجزيل الشكر للقائمين على الملتقى. أنا هنا بصدد تقديم مداخلة تحت عنوان استخدام تقنيات إعادة التدوير كمدخل للانتقال نحو الاقتصاد الدائري في الشركات لتحقيق الاستدامة البيئية، تجربة شركة تويوتا في سياق التحدي البيئي المستدام 2050، بالنظر إلى أهمية تبني المسؤولية الاجتماعية في الشركات ومع تزايد تعداد السكان وتزايد معها وتيرة استنفاد الموارد وزيادة التخلص من النفايات، أصبحت ضرورة ملحة تبني إعادة التدوير في الشركات لتحقيق الاستدامة. لذا نجد تويوتا في سعيها في سياق التحدي البيئي المستدام 2050 لتأسيس مجتمع قائم على إعادة التدوير من خلال الترويج لمشروع كار تو كار ريسايكل بروجكت. وعلى هذا الأساس تتجلى إشكالية بحثنا إلى أي مدى يمكن أن تساهم تقنيات إعادة التدوير في سياق التحول نحو الاقتصاد الدائري في تحقيق الاستدامة البيئية في الشركات وما وقع ذلك في شركة تويوتا. وللإجابة على هذه الإشكالية ستكون من خلال شقين. الشق الأول هو التطرق إلى مفهوم مختصر للاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، حيث نقصد بالاقتصاد الدائري هو عبارة عن نظام إنتاج أو تبادل يأخذ بعين الاعتبار مفهوم الاستدامة، وذلك من خلال إعادة تدوير المنتجات أو مكوناتها لتستخدم مرة أخرى في أشياء داخل كأشياء داخل عملية التصنيع، وذلك لتحقيق تحقيق وتحسين الكفاءة في استخدام الموارد والحاجة إلى الاستخدام الطاقة بشكل صحيح خلال دورة حياة المنتج. أما فيما يخص مفهوم إعادة التدوير فنقصد به هو إعادة جزء أو كل من النفايات الصلبة الناتجة عن العمليات الاقتصادية سواء الإنتاجية والاستهلاكية واستخدامها مرة أخرى في العمليات الإنتاجية، وذلك نظرا للضغوطات الناتجة عن ندرة الموارد من جهة وأيضا الحاجة للزيادة في التخلص من النفايات. أما فيما يخص معالجة إعادة التدوير في سياق الاقتصاد الدائري كما هو موضح في الشكل يمكن تلخيصه في أنه عبارة أن المواد الخام الأولية هي عبارة عن مدخلات في عملية الإنتاج تحول إلى سلع نهائية قابلة للاستخدام، وعند انتهاء مدة استخدامها يعاد تدوير المنتجات إلى أجهزة ومعدات للاستخدام مباشرة بعد عملية إعادة التدوير أو في شكل عناصر ومكونات تدخل ضمن العملية الإنتاجية أو كمواد تشغيل ضمن عمليات الإنتاج. أما المخلفات الغير قابلة لإعادة التدوير فهي تحول مباشرة إما للحرق أو الدفن ولا تستخدم مرة ثانية. أما فيما يخص الشق الثاني وهو الخاص بتجربة شركة تويوتا وفلسفتها في استخدام إعادة تقنيات إعادة التدوير لتحقيق الاستدامة البيئية، أولا يجب التطرق لتعريف بشركة تويوتا بشكل مختصر. هي تأسست سنة 1937 على يد كيشيري تويوتا، بلغ رأس مالها في سنة 2020 635 مليار ين، وعدد عمالها أكثر من 359 ألف عامل. أما فيما يخص تطور تقنيات إعادة التدوير في شركة تويوتا من 1970 حتى 2016 فهي موضحة
في الجدول، حيث نلاحظ أن تطور تقنيات إعادة التدوير من 1970 حتى 2000، انطلقت شركة تويوتا من الإنتاج والاستهلاك الضخم إلى توفير الطاقة وإعادة التدوير، وثم بدأ التعرف على المشاكل البدائية والبدء في معالجتها على نطاق عالمي نحو إنشاء مجتمع قائم على إعادة التدوير. وكانت الإجراءات المتخذة لمواجهة المشاكل البيئية المتغيرة على طول السنوات، أولا بتأسيس شركة تويوتا للمعادن، بدأ عملية تفكيك بقايا السيارات، إنشاء مركز فني لإعادة التدوير، إنشاء لجنة لإعادة التدوير في 2008، الترويج للبلاستيك الحيوي في 2003، إعادة تدوير أكثر تقدم للموارد والمعادن النادرة وغيرها. أما في الفترة ما بين 2016 حتى من الفترة من 2009 حتى 2016، نجد هنا تويوتا تسعى إلى الموازنة بين مجتمع قائم على إعادة التدوير ومجتمع منخفض الكربون، وذلك باتخاذ الإجراءات التالية: أولا، بدء نظام إعادة التدوير لتجميع البطاريات أش في باتري، بدء نظام إعادة تدوير أدوات الكربيت، تحقيق 99% من معدل إعادة التدوير والاسترداد في 2011، بدء إعادة تدوير المحركات المغناطيسية، تحقيق 20% من استخدام البلاستيك البيئي ومواد الريتينج، بدء عمليات إعادة تصنيع البطاريات أش في بطري وإعادة استخدامها، وصياغة التحدي البيئي 2005. وفيما يتعلق بسياسة التحدي البيئي 2050 لشركة تويوتا، كانت عبارة عن 6 تحديات تتمثل في: أولا، مركبات جديدة صفر انبعاث كربون أثناء استعمالها، وتحدي صفر كربون خلال دورة حياة المنتج، وانخفاض الكربون أثناء إنتاجها في المصنع، والتقليل من استخدام المياه وإعادة تدوير مياه الصرف، تأسيس مجتمع قائم على إعادة التدوير من خلال كاردو كار ريسايكل بروجكت، وأيضا تأسيس مجتمع مستقبلي مع انسجام مع الطبيعة من خلال الترويج لمشاريع التشجير والحفاظ على الموائل الطبيعية. وفيما يتعلق بمشروع كار تو كار ريسايكل بروجكت، كما هو موضح في الشكل، نجد أن فكرة تويوتا قائمة على ضرورة التفكير في إعادة التدوير خلال دورة حياة السيارة بأكملها من إنتاجها حتى نهاية عمرها الافتراضي، وذلك من خلال في مرحلة التطوير والتصميم، من حيث تطوير وتحسين تصميم التفكيك من حيث سهولة التفكيك وسهولة الفك للأجزاء في السيارات الجديدة من أجل تطوير المواد المعاد تدويرها، في مرحلة الإنتاج من حيث الحد من التخلص من المواد وإعادة تدوير أدوات الكربيد من خلال التحسين وتقليل النفايات التي يتم معالجتها بواسطة جهات إعادة التدوير الخارجية، في مرحلة المبيعات من خلال إعادة تدوير القطع التي تم إصلاحها أو إعادة استخدام الأجزاء المستعملة، حيث يتم تجميع المصدات من المهملة من الوكلاء وإعادة تدوير البلاستيك المصنوعة منها هذه المصدات، في مرحلة التخلص وهي من خلال المعالجة السليمة وإعادة تدوير المركبات المنتهية الصلاحية من خلال إعادة تدوير بطاريات أش في باتري، محركات أش في موتورز، وبقايا تفكيك السيارات كما هو موضح في الشكل. أما فيما يتعلق النتائج المترتبة عن سياسة إعادة التدوير في شركة تويوتا كما هو موضح في الجداول، من حيث حجم المواد الخام المستخدمة بلغ حوالي 14 مليون طن، بينما بلغت نسبة المواد المعاد تدويرها ب 24% كما هو موضح في أيضا بلغ معدل الاسترداد السيارات في حوالي 99%، سواء في معدل استرداد السيارات أو في معدل استرداد بقايا تفكيك السيارات، حيث يتم حسابه من خلال الجمع بين النسبة المعاد تدويرها والاسترداد من خلال عمليات التفكيك. أما فيما يخص النتائج الاقتصادية الأخرى المترتبة عن سياسة إعادة التدوير في الفترة ما بين 2017-2018 موضحة أيضا في الجدول، من حيث
تخفيض التكاليف الطاقة من خلال الحفاظ على الطاقة وصل قدر ب 1.6 في 2017 و 1.4 في 2018 مليار ين، كما أيضا الحد من تكاليف معالجة النفايات وتجهيزها تكاد النسبة معدومة. بلغت مبيعات المنتجات المعاد تدويرها بين 5 إلى 7 مليار ين في الفترة من 2017 إلى 2018، بينما فيما يخص نتائج الحد من النفايات فهي أيضا موضحة في الجدول الأدنى، حيث نلاحظ أنه بلغ حجم إجمالي النفايات في السنة 2014 36 ألف طن، لينخفض في 2018 إلى 32.7 ألف طن. أيضا انخفض حجم النفايات لكل وحدة إنتاج من 12.4 كيلوغرام في الوحدة إلى 11.3 كيلوغرام في وحدة الإنتاج. وفي الأخير ما يمكن قوله أن من خلال الترويج لمشروع تويوتا العالمي لإعادة التدوير كار تو كار ريسايكل بروجكت، يمكن الاستفادة من الموارد من المركبات منتهية الصلاحية لتصنيع الجديدة، لتصنيع مركبات جديدة، حيث من خلال هذه المبادرة يتم المساهمة في تحقيق هدف التنمية المستدامة والعمليات الصناعية المستدامة، فضلا عن الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والتقليل من النفايات. وفي الأخير تقبلوا مني جزيل الشكر لحسن الاستماع. إذن شكرا دكتورة وردة عويسي على هذه المداخلة المتميزة. ننتقل إلى المغرب الشقيق مع الأستاذ علي حيسون ليقدم لنا مشاركته من جامعة ابن زهر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. إذن بداية لا يسعني إلا أن أشكر اللجنة المنظمة لهذا الملتقى. إذن ومداخلتي هي تحت عنوان تدبير النفايات المنزلية الصلبة بواحد تغاجيش بين التدبير المفوض ورهان التنمية. إذن فكما يعلم الجميع فالعالم بأسره في الآونة الأخيرة يشهد مجموعة من التحديات، ولعل أبرزها يكمن في المخاطر البيئية الناتجة عن نشاط الإنسان وما رافقه من سوء تدبير للموارد الطبيعية والقدرة على استدامتها. ويعد تدبير النفايات المنزلية وغيرها من بين أكبر المشاكل التي يواجهها المسؤولون المحليون، خصوصا مع تزايد حجمها نظرا لارتفاع الطاقة الاستهلاكية للمواطن، وكذلك نظرا للتوجه العام للشركات التي تعتمد على المنتجات المغلفة بكثرة، ونظرا للكميات الهامة من النفايات التي تنتجها واحد تغجيش. إذن وللتخفيف من حدة آثارها عملت الجامعة الترابية بهذا المجال المدروس على تنفيذ بعض اختصاصاتها وفق ما نص عليه المشرع المغربي كتفويت بعض القطاعات لفائدة الخواص من خلال الاعتماد على مبدأ التدبير المفوض، كما هو الحال بموضوع النفايات المنزلية. كما نشير إلى أن النفايات فهي تنقسم إلى نوعين: نوع أول قابل للتحلل ويعني لا يشكل خطرا على البيئة، والنوع الثاني وهو الذي يشكل خطرا على البيئة وهو الذي يعني يتطلب مدة كبيرة من أجل أن يتحلل، كما هو الحال بالنسبة لبعض العناصر المعروضة في الجدول رقم واحد. بالنسبة لتركيبة النفايات الصلبة بواحة تغجيش، فيجب الإشارة إلى أن تقريبا إنتاج هذه الواحة من النفايات هو تقريبا 2.5 طن يوميا، وقد تبلغ في حالة الذروة 6 أطنان. وبالنسبة للمكونات الأساسية للنفايات فهي في الغالب يعني قرابة 60%، فهي عبارة عن مواد عضوية قابلة للتحلل، ويمثل الجدول المرفق يعني نسب بعض مكونات هذه النفايات. إذا بالنسبة لتدبير النفايات بواحد التغشيش فهي تمر من مجموعة من المراحل، أولها يعني مرحلة جمع النفايات والتي تتم عبر طريقتين أو عبر مرحلتين. المرحلة الأولى هي الجمع على مستوى المنازل والتي يتكلف بها الساكنة أو تتكلف بها الساكنة. بالنسبة للمرحلة الثانية فهي الجمع من طرف عمال النظافة، إذن بحيث أنهم يقومون بجمع هذه النفايات ونقلها مباشرة نحو يعني المطرح العشوائي الذي يوجد في المدخل الشمالي للواحة من أجل حرقها في الوسط الطبيعي. إذا بالنسبة لآثار النفايات المنزلية على الساكنة والمجال بواحد التغشيش، فمن خلال الدراسة الميدانية التي قمنا بها إذا لاحظنا مجموعة من النقاط السلبية، كمثلا لاحظنا أن هنالك تلوث للتربة والمياه
في بعض المناطق، وكذلك لاحظنا بأن هنالك انتشارا كبيرا للنقط السوداء أو البؤر السوداء التي تعتبر مجالا خصبا لتكاثر الجراثيم، وهذا يعني قد يضر بصحة المواطنين بالدرجة الأولى. كذلك هنالك يعني انتشار الكلاب الضالة والقوارض والفئران بجانب هذه النفايات. ثم كذلك لا بصفة عامة، فإن تواجد هذه النفايات بطريقة عشوائية يعني في البيئة فقد يضر بجمالية الواحة بالدرجة الأولى. إذا بالنسبة للمراحل التي مرت منها عملية تدبير النفايات بواحة التغشيش، يمكن أن نلخصها في 3 مراحل أساسية. إذا المرحلة الأولى هي من بداية التسعينات إلى 2004، وتميزت بأسلوب تقليدي يرتكز على العربات المجرورة لجمع النفايات ونقلها والتخلص منها بعيدا عن الساكنة، وهذه العملية كان يقوم بها أشخاص ذاتيون بمقابل مادي من طرف تدفعه الساكنة. ثم بالنسبة للمرحلة الثانية هي المرحلة الممتدة بين سنتي 2004 و2015، وهذه المرحلة تميزت بتدبير الجماعة لهذا المرفق الحيوي من خلال تكليف أعوان الجماعة القروية بجمع النفايات ونقلها بعيدا عن الساكنة ثم إحراقها. ثم المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأهم هي التي امتدت من سنة 2015 إلى سنة 2018، والتي تميزت بالتدبير المفوض للنفايات لفائدة يعني فيدرالية واتسياط. إذا عملية التدبير المفوض للنفايات المنزلية بواحة التغشيش فهو جاء نتيجة ثمرة انفتاح المجلس الجماعي على محيطه الخارجي، ومن خلال يعني إدخال أو إقحام جمعيات المجتمع المدني في تدبير النفايات بهذه الواحة. وتتوج هذا العمل يعني بإبرام اتفاقية أو عقد شراكة يستهدف قطاع تدبير النفايات الصلبة بالواحة بين فيدرالية واد صياد وبين الجماعة القروية لتغشيش، والتي يلتزم فيها الطرف الأول بتفعيل مجموعة من الإجراءات أبرزها التكفل بمصاريف تدبير النفايات المنزلية بمركز تغشيش ومداشير الجماعة، كذلك تنقية وكنس الشارع الرئيسي والأزقة الأساسية بالمركز، ثم كذلك القضاء على النقط السوداء بالواحة، وكذلك اقتناء حاويات لتجميع النفايات الصلبة، وفي الأخير التكلف بمصاريف التكوين والتحسيس في ميدان التربية البيئية. بعد توقيع هذه الشراكة سنة 2015، إذا شرعت الفيدرالية في ممارسة المهام الموكلة إليها من خلال إزالة النقاط السوداء والتي كانت نتيجة تراكمات يعني سابقة لهذه الفترة، واستغرقت هذه العملية قرابة 3 أشهر. إذا وكذلك ف يعني خلال هذه المرحلة يعني مرحلة التدبير المفوض، فقد عملت فيدرالية والصياد على يعني عقد شراكات جديدة. فمثلا تم عقد شراكة مع وكالة تنمية الواحات وشجر أرجان، وذلك من أجل تطوير هذا القطاع. بطبيعة الحال فهذه التجربة يعني تجربة التدبير المفوض انتهت سنة 2018، وذلك راجع إلى مجموعة من العوامل أبرزها ارتفاع تكاليف صيانة العربات والآليات، وكذلك محدودية الموارد المالية التي تتوفر عليها الفيدرالية أمام غياب شراكات أخرى وموارد مالية جديدة. بالنسبة لوقع تدبير النفايات على الساكنة والمجال، فقد تعددت الآراء ومواقف الساكنة، ولكن في مجملها فلاحظنا بأن تقريبا 63% من الساكنة وهم راضون عن الخدمات التي قدمتها السلطات خصوصا خلال المرحلة الثالثة، ولاحظنا بأن 37% من الساكنة غير راضية أو غير راضون عن نوعية الخدمات، وذلك راجع إلى مجموعة من المشاكل أبرزها بعد حاويات الأزبال عن مقرات سكنهم، وهذا ما أدى إلى ظهور مطارح عشوائية بالقرب من المنازل. كذلك من خلال الدراسة الميدانية رصدنا بأن هنالك مجموعة من المظاهر يعني تمثل إعادة تدوير للنفايات بهذا المجال. من بين هذه الملاحظات أو هذه المظاهر التي رصدناها، لاحظنا بأنه ما يقارب 77% من الساكنة يحتفظون بالقوارير البلاستيكية وكذلك الزجاجية قصد إعادة استعمالها، كما أن 60% من النفايات العضوية المنزلية يتم تدويرها عبر تقديمها كعلاف للماشية، خصوصا وأن يعني الساكنة
مصابين بواحد التغشيش، فيتميزون بطابع شبه ريفي، وبالتالي فجميع المنازل تتوفر على بقع أرضية أو أحواش يتم فيها تربية الماشية. هذا يعني ساعد في يعني إعادة تدوير كمية مهمة من المواد العضوية. في الأخير، من بين الخلاصات والتوصيات التي توصلنا بها، إذا وجب نشر الوعي البيئي المتعلق بمخاطر النفايات المنزلية وكيفية تدبيرها لدى الساكنة، وكذلك نشر الوعي بأخطار النفايات المنزلية بالنسبة للأجيال القادمة من خلال يعني الاعتماد على يعني دورات تكوينية داخل المدارس والأوساط التعليمية، كذلك دعم جمعيات المجتمع المدني لتولي يعني زمام الأمور، خصوصا فيما يتعلق بوعي الساكنة أو توعية الساكنة. كذلك لاحظنا بأن هنالك ضرورة ملحة لاتخاذ موضوع النفايات من ضمن أولويات المجلس الجماعي، وذلك لكي يكون التدبير تدبيرا ناجحا، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تدبير النفايات المنزلية الصلبة، وكذلك ضرورة فتح قنوات التواصل للاستفادة من التجارب الأجنبية والوطنية. وفي الأخير، لا يجب أن ننظر إلى النفايات كليا على أنها سلبية، بل يجب أن ننظر إليها من الجانب الاقتصادي من خلال أهمية تثمينها وإعادة تدويرها وفق الطرق العلمية الحديثة. وفي الأخير، إذا لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة. شكرا أستاذ علي على هذه المشاركة. ننتقل الآن إلى مدينة سكيكدا مع الدكتور حمزة مقيطع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقدم لكم عرضا تقديميا لمداخلة، عنوان مداخلتنا هو إعادة تدوير العبوات كتوجه حتمي للمؤسسة الاقتصادية نحو التخلص من النفايات وتحقيق الاستدامة البيئية، دراسة حالة شركة كوكاكولا نموذجا، من إعداد الدكتورة عبدو عيشوش من جامعة برج بوعريج والدكتور حمزة القطع من جامعة سكيكدا. طبعا الزيادة الكبيرة في كميات النفايات وضيق رقعة الأرض مقارنة بحجم النفايات الملقاة أدى إلى حدوث تلوث أو خلل بالبيئة واستنزاف للمصادر الطبيعية وازدياد الظواهر السلبية الناتجة عن استخدام أساليب خاطئة للتخلص من هذه النفايات والتبعات السلبية على الصحة العامة. أدى بكبرى الشركات إعادة التفكير في أساليب تمكنها من تقليل آثار أنشطتها أو تقليل بصمتها الكربون، بصمة الكربون على البيئة. أردنا أن من خلال دراستنا إلى تبيان تجربة شركة كوكاكولا ضمن هذا المجال، وهي طبعا تجربة رائدة. إشكال التساؤل الرئيسي الذي نحاول الإجابة عنه هو إلى أي مدى جعلت شركة كوكاكولا من إعادة التدوير، طبعا الغلاف، توجها نحو التقليل من النفايات وتحقيق الاستدامة البيئية. تندرج ضمنها مجموعة من الأسئلة فيما تكمن أهمية إعادة تدوير نفايات التغليف، ما رؤية شركة كوكاكولا فيما يخص الاقتصاد الدائري للبلاستيك، ما المجهودات المبذولة من قبل الشركة للتقليل من آثارها على البيئة، وما أهم مؤشرات التحسين البيئي الناتجة عن المجهودات المبذولة. قسمنا دراستنا إلى قسمين، جانب نظري وجانب تطبيقي أو دراسة حالة. الجانب النظري تطرقنا إلى ثلاثة مفاهيم أساسية: مفهوم الاقتصاد الدائري، وهو نظام إنتاج تبادل واستهلاك يهدف إلى تحسين استخدام الموارد في جميع مراحل دورة حياة سلعة أو خدمة من المنطقة أو من المنطقة الدائري، مع الحد من بصمة الكربون ecological footprint والمساهمة في رفاهية الأفراد والمجتمعات. إعادة التدوير أو إعادة تدوير الغلاف، نعلم بأنه التغليف يلعب دورا كبيرا من خلال حماية المنتج أولا، وثانيا ترويج للمنتج، لأن معظم المستهلكين يقتنون المنتجات على أساس الغلاف الخارجي، ما ينجر عنه نفايات معتبرة شكلت خطرا كبيرا على البيئة.
طبعا المفهوم الثالث مفهوم الاستدامة البيئية، يترجم هذا البعد بمفهوم رعاية البيئة أو الاعتناء والمحافظة عليها، والذي يعزى إلى تحقيق ما يسمى بالكفاءة البيئية، التي تؤدي إلى خلق القيمة، جودة الحياة، رعاية البيئة، جودة السلع والخدمات، الاستهلاك القابل للاستمرار والتطور، ونظافة وصيانة العمليات وحتى عمليات التوزيع. نمر إلى جانب دراسة الحالة. شركة كوكولا تأسست عام 1900 أو 1892، أكبر شركة مشروبات في العالم بأكثر من 500 علامة تجارية، كلها تحت قيادة الشركة الأم. طبعا المزود الأول في العالم بالمشروبات، يستهلك أو يستمتع المستهلكون بأكثر من 200 في أكثر من 200 دولة حول العالم، حيث بمعدل 1.7 مليار عبوة يوميا، وهو رقم هائل وخطير. شركة واحدة تستهلك 1.7 مليار. طبعا هذه الحقائق جعلت من شركة كولا من أكثر الشركات المرويجة في العالم، وبالتالي أخذت مبادرة أو أجبرت على إيجاد حلول من أجل تقليل بصمتها الكربونية. طبعا سنحاول تقديم بعض المبادرات والرؤى لشركة كوكاكولا حول، أولا رؤية كوكاكولا حول فيما يخص الاقتصاد الدائري للبلاستيك، حيث تتضمن نقاط أساسية: تطبيق نماذج أو تخلص من العبوات البلاستيكية من خلال إعادة الابتكار وإعادة التصميم، تطبيق نماذج إعادة الاستخدام قدر الإمكان، جميع العبوات البلاستيكية 100% قابلة لإعادة التدوير، قابلة للاستخدام أو إعادة الاستخدام أو قابلة للتسميم. يعاد استخدام جميع العبوات البلاستيكية، يتم فصل استخدام البلاستيك تماما المرتبط بالموارد المحدودة، وجميع العبوات البلاستيكية خالية من المواد الكيماوية الخطيرة. جهود الشركة، لدينا مبادرة الزجاج الموحدة ومشروع مناطق إعادة التدوير. طبعا مبادرة الزجاج الموحدة استثمرت الشركة 25 مليون دولار من أجل تقديم تصميم موحد للزجاجة قابلة لإعادة الاستخدام، ساعدت في تقليل الانبعاثات الكربون وتحفيز العملاء على إعادة الشراء. مبادرة عالم بدون نفايات أو رؤية شركة للتغليف لعام 2030، تهدف المبادرة التي تم إطلاقها عام 2018 إلى أن تكون جميع العبوات المنتجة من الشركة قابلة لإعادة التدوير بحلول 2025، وأن تصنع العبوات نفسها من مواد معاد تدويرها بنسبة لا تقل عن 50% بحلول عام 2030. طبعا تساهم هذه الرؤية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مقسمة إلى 9 مجالات أساسية: المشروبات، الحياة الصحية، المجتمع، مكان العمل، النساء، إدارة المياه، الطاقة، المناخ، وكذلك الزراعة المستدامة. نماذج عن عبوات مبتكرة المعاد تدويرها، لدينا نموذج زجاجة مصنوعة من بلاستيك البحر، زجاجة البلانت بوتل مصنوعة من البلاستيك النباتي اللي هو البي او تي بولي اي تي لين، وزجاجات خالية من الملصقات البيئية اللي هي ايكو ليبلس بوتلز، ومنتجات العلامة التجارية للمياه داساني المعاد تدويرها بنسبة 100%. تعزيز الاستدامة البيئية من خلال إعادة التدوير والتعبئة. طبعا حققت الشركة تقدما كبيرا لتحسين الاستدامة في جميع الزجاجات والعلب التي تقوم ببيعها، من خلال تقليل العبوات بنسبة 27% وخفض كمية العبوات التي تستخدمها بنسبة 15%. تم جمع أكثر من ملياري زجاجة بلاستيك وإعادة تدويرها في جنوب أفريقيا في 2017، كما تم توفير ما يقدر ب 288 ألف متر مكعب من مكب النفايات في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى غيرها من المؤشرات التحسين. كخاتمة، تكمن أهمية تدوير النفايات في العديد من الجوانب: الجانب البيئي، الاقتصادي والاجتماعي والصحي،
وتهدف بالأساس إلى تحقيق الاستدامة البيئية وجعل القيد فرصة أو التحول من القيد إلى الفرصة. طبعا أهم النتائج إعادة تدوير أهمية بالغة تتمثل بالأساس في توفير المواد الأولية وحفظ الموارد الطبيعية، رؤية الاقتصاد الدائري البلاستيك لشركة كوكاكولا يهدف بالأساس إلى إعادة تدوير العبوات بطريقة آمنة وتحترم معايير الصحة والسلامة. تقوم الشركة بمجهودات جبارة بما فيها رأينا من خلال أهم المبادرات التي قامت بها. تسعى الشركة إلى جعل عبواتها قابلة لإعادة تدوير 100%. أهم توصيات على الشركات أن تسعى لحماية البيئة التي تسعى عفوا لحماية البيئة أن تأسس بتجربة شركة كوكاكولا. يجب على الشركة أن يكون لها رؤية على المدى البعيد لتقليل آثار أنشطتها أو تقليل بصمتها الكربونية، والإنفاق على التكنولوجيا النظيفة ليست تقليل هو إنما استثمار على المدى البعيد. في الأخير نشكر أعضاء اللجنة التنظيمية على المجهودات الجبارة التي قاموا بها ونتمنى لهم التوفيق والسداد. شكرا جزيلا على حسن الإصغاء والمتابعة. شكرا دكتور حمزة على هذه المشاركة المتميزة. صعوبات تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر وسبل التغلب عليها في ظل الاقتصاد الدائري، دراسة حالة لعينة من المؤسسات الناشئة الجزائرية يقدمها لنا الدكتور المسعود ربيع من جامعة بسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في بداية حديثي أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة فرحات عباس الطيف، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم المالية والمحاسبية والعلوم التجارية، ومن خلالهم لمنظمي الملتقى الافتراضي الثاني، الملتقى الدولي الثاني الافتراضي تقييم الأثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتدوير النفايات في ظل السعي لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة. لا شك أن هذا الموضوع من الأهمية بما كان، ولا شك أن القائمين على هذا الموضوع أحسنوا اختيار مثل هذا الموضوع. في هذا الإطار مداخلتي أنا وزملائي تصب في صعوبات تمويل المؤسسات الناشئة في ظل الاقتصاد الدائري، دراسة ميدانية أو دراسة استشرافية لمجموعة من حاملي المشاريع والأفكار الناشئة. لا شك أن حاملي المشاريع والأفكار الناشئة كثر في الجزائر، ولا شك أن الوصول إليهم صعب وصعب جدا، ولا شك أنه أخذ آرائهم أيضا صعب وصعب جدا. ما حفزني على دراسة هذا الموضوع هو زملاء في الجامعة، زملاء في مؤسسات جزائرية أجنبية، مهندسين أنشأوا مؤسسة العام الماضي، حاولوا أن يعطوا حلول للمؤسسات الجزائرية. تصادفت مع كورونا، مع جائحة كورونا تصادفت مع هذا الإشكال، صادفتهم تكاليف وعراقيل كثيرة وصعوبات كثيرة، لكن من بين الصعوبات التي أثرت وتركتهم يعني خلت الشركة تزول هو الصعوبات المالية، خاصة صعوبة استئجار مكان للقيام بالنشاط. أقول أنه هذه الشركة كانت متعددة الاختصاصات، كانت فيها طلبة وأساتذة وعاملين في مجال الإعلام الآلي، في مجال الميكانيك، في مجال المانجمنت، في مجالات عديدة، حاولوا أن يعطوا حلول، وكانت يعني مؤسسة من المفروض لو كان في مكان آخر كان يعطى لها الدعم، لكن للأسف الشديد أقول أن صعوبات تمويل المؤسسات في الجزائر ليست بالموضوع الجديد، وأيضا ليست بالموضوع القديم، هو جديد قديم تعاني منه جميع المؤسسات، خاصة المؤسسات الناشئة. إذا أردنا أن ندخل في الموضوع نقول ما هي العراقيل التي تواجه المؤسسات الناشئة في الجزائر. بكل تأكيد احنا طرحنا كتساؤل بسيط، قلنا أنه هناك العراقيل المالية تواجه المؤسسات الناشئة، عراقيل مالية، رغم أنه في بعض الأحيان كثير من الناس يقول لك لا العراقيل المالية ما كانش، لكن راح نوصل إلى أنه هناك عراقيل مالية في نهاية الدراسة. الآن تهدف الدراسة إلى التعرف على المؤسسات الناشئة، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه المؤسسات الناشئة، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأزمات أو الإشكاليات التمويلية التي تواجهها المؤسسات الناشئة. الآن الاقتصاد الدائري هو الاقتصاد الذي يدرس أو هو الاقتصاد الذي يحاول أن يدرس مدى استخدام الموارد القديمة بدل الجديدة، أي ممكن نقول القديمة الموارد المستخدمة إعادة استخدامها من أجل إنتاج منتج معين أو صناعة معينة بنفس التكلفة
أو بتكلفة أقل وبمنفعة مقاربة للمنفعة للمنتج الجديد أو أكثر يعني في بعض الأحيان. إذن يعني إذا أردنا أن نقوم بإنتاج منتج معين في ظل الاقتصاد الدائري، يمكن استخدام البلاستيك المستخدم المستعمل، إعادة استخدامه، معناها طورنا النفايات. يمكن استخدام الزجاج المستعمل، يمكن استخدام الورق المستخدم إلى غير ذلك، كما يمكن استخدام الطاقة الشمسية الغير زائلة، كما يمكن استخدام طاقة الرياح، طاقة النفايات المدفونة، استخراج منها الكهرباء. يعني هناك مجموعة من الخصائص ومجموعة من الحاجات، مجموعة من الميزات التي يقدمها لنا الاقتصاد الأخضر. إذن كيف نربط بين الاقتصاد الدائري أو الاقتصاد الأخضر مع المؤسسات الناشئة؟ المؤسسات الناشئة ببساطة هي مؤسسات مبتكرة تعطي حلول لإشكاليات واقعية، تعطي حلول تكنولوجية، كما تقدر أنها تعطي حلول تسويقية، كما تقدر تعطي حلول ميكانيكية. يعني المهم أنه تعطي حلول لإشكالات حقيقية. المؤسسات الناشئة تعريفها بسيط، هي مؤسسات تهدف إلى الربح، مؤسسات تعطي حلول تكنولوجية إبداعية، حلول إبداعية. تكلفة إنشاء المؤسسات الناشئة تكلفة بسيطة بالمقارنة بالمؤسسات الأخرى، مردودها عال في حال النجاح. أكثر المؤسسات المنشأة أو التي تنشأ تزول، قليل من المؤسسات الناشئة التي تستطيع أن تواصل المشوار. إذا هذه هي المؤسسات الناشئة باختصار. إذا حبينا نقول أنه خصص المؤسسات الناشئة تكاليف صغيرة، عوائد كبيرة، احتمالية النجاح ضعيفة، احتمالية الفشل كبيرة، لكن في حال النجاح عوائدها كبيرة وكبيرة جدا. الآن لماذا المؤسسة الناشئة في الجزائر بدأ الحكي عنها والحديث عنها في السنوات الأخيرة؟ لأنه أصبحت يعني عامل ورافد مهم للاقتصاديات في دول العالم. الجزائر كدول العالم يعني بإمكانها أنها تلتحق بالركب، خاصة أنه خريجي الجامعة وخريجي التكوين المهني وخريجي المؤسسات التعليمية وحتى المبدعين بدون يعني ممكن ما قراوش أصلا في الجامعات وفي التعليم العالي، يمكن أن نجد حلول يعني مبتكرين هكذا، وبالتالي يمكن أن نلحق بالركب، لكن يجب أن تتوفر الشروط. من خلال الدراسة وجدنا أن هناك إشكاليات حقيقية لمؤسسة الناشئة. مثلا لما يروح صاحب مؤسسة ناشئة باش يحصل على قرض ميسر، يجد صعوبة، وصعوبة كبيرة جدا. وبالتالي كواحدة من النتائج الدراسة أنه عدم وجود مؤسسة حكومية أو عدم فعالية المؤسسة الحكومية في تقديم قروض ميسرة أو تقديم قرض حسن للشاب الناشئ، رغم علمنا أن هناك قانون ويقول أنه يجب التسهيل، ولكن إلى حد الآن ليس بتلك الفعالية المطلوبة، أو أنه ما زال جديد هذا الموضوع. يعتمد أصحاب المؤسسات الناشئة في تمويلهم على أموالهم الذاتية، أموال زملائهم، أموال أقاربهم، يعني الأموال الشخصية، ما يعتمدوش على القروض بكثرة، نظرا كما قلنا يعني ما كانش هيئات. ورجال الأعمال في الجزائر لا يهتمون بهذا مثل هذه المؤسسات، لا يستطيعون تمويل مثل هذه المؤسسات لسبب بسيط، أنهم ما زالت ثقافة تمويل المؤسسة وانتظار العائد ضعيفة جدا في الجزائر. في المقابل هناك مؤسسات في العالم، هناك رجال أعمال في العالم مهمتهم فقط تمويل رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الناشئة. عدم قدرة المؤسسات الناشئة على تقديم ضمانات بكل تأكيد، عدم قدرة المؤسسات الناشئة على التفاوض. تروح الشاب لما يروح يتفاوض مع رجل أعمال ولا مع بنك، ما يعطوش تلك الأهمية المناسبة لها، يعني المناسبة لفكرها، المناسبة لمؤسسة. دائما يستصغرون الشباب، يستصغرون الأفكار، يريدون فقط الأشياء الضخمة، مصنع آجر، مصنع إسمنت، أشياء كثيرة كما هذه. وفي الحقيقة العالم يتجه إلى الرقمنة ويتجه إلى التكنولوجيات الصغيرة هذه. عدم نقص المعلومات الإدارية والفنية وحتى التسويقية. المؤسسة الناشئة في الجزائر تعاني من نقص المعلومات بكثرة، تعاني من نقص المعلومات بشكل رهيب. إذن توصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات، توصي الدراسة بتشجيع سن قوانين تسمح للبنوك بتشجيع الستارت اب، سن توصي الدراسة بتشجيع رجال الأعمال وتوعيتهم بأهمية الاستثمار في مثل هذه المشاريع، توصي الدراسة بتفعيل هيئة أو بتفعيل الهيئة المختصة في التمويل وتبسيط الإجراءات. هذا ما لدي، هذا ما استطعت أن أختصر موضوع دراستنا أو موضوع
مداخلتي انا والزملاء. طبيعة الحال 10 دقائق صعب جدا انك تختصر، انا احاول، لهذا امل انه تكون قدرت نوصل المعلومة بشكل جيد. شكرا جزيلا لكم، ونتمنى ان يمر الملتقى بكل خير، ونتمنى الاستفادة للجميع. شكرا جزيلا. شكرا زميلنا الدكتور مسعود ربيع. ننتقل الآن إلى جامعة بشار مع مداخلة تقدمها الدكتورة صباح كدروسي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أولا نشكر كل القائمين على تنظيم الملتقى الدولي الثاني الافتراضي متعدد التخصصات حول تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لعملية تدوير النفايات في ظل السعي لتطبيق مفاهيم وأبعاد التنمية المستدامة، والذي نشارك فيه بمداخلة تحت عنوان تسيير النفايات المنزلية وما شابهها على مستوى ولاية بشار ثورة نموذجا. إذا يشكل موضوع تسيير النفايات تحديا بيئيا كبيرا بالنسبة لكل الدول المتقدمة منها والمتخلفة. لماذا؟ نظرا لكمية النفايات المتولدة سنويا والمتزايدة، والتي من المتوقع عفوا أن ترتفع إلى 3.76 مليار طن بحلول عام 2050. تشكل تسيير النفايات تحديا أكبر بالنسبة للدول المتخلفة. لماذا؟ لأنه في الدول خاصة ذات الدخل المنخفض يساء إدارة أكثر من 90% من النفايات، ويتم تجميع 50% فقط من النفايات، في حين أن النصف الباقي يوضع في مفرغات عشوائية أو تبقى منتشرة في البيئة. الجزائر طبعا على غرار بقية دول العالم يعتبر موضوع تسيير النفايات من أهم الرهانات البيئية التي تواجهها الدولة الجزائرية، خاصة في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. لكن عرف مجال تسيير النفايات مع مطلع الألفية الثالثة تطورا نوعيا ملحوظا، خاصة على المستوى القانوني وعلى المستوى المؤسساتي. فقانونيا أصبح تسيير النفايات يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وضمن أيضا المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة. هذا الأخير ينقسم إلى برنامجين، البرنامج الوطني لتسيير مدمج للنفايات المنزلية وما شابهها، والبرنامج الوطني لتسيير النفايات الخاصة. عرف أيضا إصدار قانون رقم 0119 مؤرخ في 12/12/2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، والذي يعتبر الإطار المرجعي الأساسي الذي يحكم وينظم عملية تسيير النفايات في الجزائر، إلى جانب إصدار قانون 013 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. أما مؤسساتيا فتتدخل كل من وزارة البيئة، وزارة الداخلية، والجماعات المحلية في مجال تسيير النفايات، لكن طبعا مجال التدخل الأكبر يعود لوزارة البيئة من خلال مختلف أدواتها ومصالحها والسياسة المقررة في هذا المجال، والتي عرفت إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات سنة 2002، المحافظة الوطنية للتكوين في البيئة، إلى جانب المديريات البيئة للولايات المتواجدة عبر 48 ولاية. أما وزارة الداخلية تتدخل من خلال تقديم الدعم المادي لفائدة البلديات. وعمليا عرف مجال تسيير النفايات تطورا نوعيا من خلال خاصة إنشاء وتجهيز وتهيئة مراكز الردم التقني، والتي كانت لها والتي ساهمت في القضاء على المفارغ العشوائية التي كانت موجودة واستبدالها بمفارغ مراقبة من طرف هذه مراكز الردم التقني. إذا يتمحور موضوع مداخلتنا كما هو مبين في العنوان حول تسيير النفايات المنزلية وما شابهها، والتي نقصد بها كل النفايات المتولدة في المنازل أو النفايات المشابهة لها والناتجة إما عن نشاطات صناعية أو تجارية أو حرفية وغيرها. طبعا هذه النفايات، أي النفايات المنزلية وما شابهها، تشكل جزء أكبر من النفايات الصلبة المنتجة في الجزائر، والتي تنمو بمعدل سنوي قدره 3%. تعتبر من أهم الرهانات البيئية التي تعمل معها يوميا الجماعات المحلية، أي الولاية والبلدية. نسبة التغطية في مرحلة الجمعة فقط نسبة غير مكتملة، أي ليست 100%، لكنها مرتفعة، حيث تصل هذه النسبة من 65% إلى 70% في المناطق الريفية، ومن 80% إلى 90% في المناطق الحضرية. دراستنا كانت في ولاية بشار، وبالضبط على مؤسسة ثورة نت، التي يقتصر مجال عملها على بلدية بشار فقط، أي من أصل 21 بلدية تابعة لولاية بشار، مؤسسة ثورة نت تنشط فقط على مستوى إقليم بلدية بشار. ونشير هنا إلى أن كمية النفايات المتولدة في ولاية بشار مقارنة بمنطقة الشمال هي أقل. لماذا؟ نظرا لقلة الكثافة السكانية في الجنوب مقارنة بالشمال. وعليه تمحورت إشكالية مداخلتنا حول السؤال الرئيسي الآتي: ما هي الآليات التي تعتمد عليها مؤسسة ثورة نت من أجل تسيير النفايات المنزلية وما شابهها على مستوى بلدية بشار؟
والإجابة على هذه الإشكالية اقترحنا فرضيتين. الفرضية الأولى تعتمد مؤسسة ساورنت في تسيير النفايات المنزلية وما شابهها على آليات تهدف إلى التخلص من هذه النفايات. الفرضية الثانية تعتمد مؤسسة ساورنت في تسيير النفايات المنزلية وما شابهها على آليات تهدف إلى تثمين هذه النفايات. طبعا والاختبار الفرضي اعتمدنا على المقابلة كأداة البحث العلمي، حيث أجريت أنا وزميلتي الدكتورة بكار أمال مقابلة مع مسؤولين من مؤسسة ساورنت، وبعد عام المعلومات والبيانات التي قمنا بجمعها والتحليلات التي قمنا بها توصلنا إلى ما يلي. أولا، مؤسسة ساورنت هي مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع صناعي وتجاري، تأسست سنة 2014 بموجب قرار الوزارة المشترك، لكنها عمليا بدأت عملها مع مطلع سنة 2015. كما أسلفنا تقوم هي مسؤولة فقط على تسيير النفايات على مستوى أقاليم بلدية بشار دون أقاليم البلديات الأخرى، أي أن البلديات الأخرى هي المسؤولة على تسيير النفايات، وفي مؤسسة في بلدية بشار مؤسسة ساورنت هي التي تقوم بجمع هذه النفايات. تضم مؤسسة ساورنت حوالي 500 عامل وتشرف على عمليتين أساسيتين، عملية الكنس وعملية الجمع. نقصد بعملية الكنس تنظيف الطرق الرئيسية لبلدية بشار دون الأحياء، حيث يشرف على هذه العملية 236 عامل يعملون بموجب عقد مدعم بالتنسيق مع الوكالة المحلية للتشغيل وفق مداومتين في اليوم. يستعملون أدوات بدائية مثل الدلاء، المكانس، الحاوية المتنقلة، فؤوس شاحنة، جرار وأكياس سوداء. في حين أن عملية الجمع نقصد بها جمع النفايات المنزلية وما شابهها من الأماكن المخصص لها في كل حي ومن مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات التي يربطها عقد مع مؤسسة ساورنت. يشرف على هذه العملية 133 عامل يعملون وفق على شكل دوريات وفق 3 مداومات في اليوم. وتتم عملية الجمع من خلال خطوتين أساسيتين، الخطوة الأولى جمع النفايات في الشاحنات المخصصة لها، الخطوة الثانية نقل هذه النفايات أو هذه الشاحنات إلى مركز الردم التقني المخصص لولاية بشار. هناك يتم وزن هذه الشاحنات أولا ثم إفراغها في مركز الردم التقني. إذا بعد إفراغ الشاحنات ينتهي عمل مؤسسة ساورنت ويبدأ عمل المركز الردم التقني لولاية بشار. من خلال طبعا هذا ما تم تقديمه والمقابلة التي أجريناها مع المسؤولين، يمكن أن نقدم التقييم الآتي لتسيير النفايات من طرف مؤسسة ساورنت. أولا، بالنسبة للإمكانات والوسائل، تعاني المؤسسة من نقص الوسائل المادية المالية والبشرية اللازمة للقيام بعملها على أحسن وجه، حيث أن الوسائل المستعملة في عملية الجمع محدودة جدا وتقليدية، تأخذ جهدا كبيرا ووقتا طويلا لإتمام عملية الجمع. ثانيا، بالنسبة للعمال، عدد العمال محدود. في ظل وجود تدمر واسع من طرف العمال النظافة من ظروف العمل، عدم توفر وسائل وملابس السلامة المهنية، تدمر العمال من تدني الأجور المدفوعة ومن نظرة المجتمع الدنيا لعملهم ومعاناتهم أيضا من سلوكيات المواطنين الغير المسؤولة، نذكر منها مثلا رمي النفايات في غير الأماكن المخصصة لها أو حتى إخراج القمم المنزلية بعد مرور الشاحنات. ثالثا، بالنسبة للعقود الموقعة بين مؤسسة ساورنت والإدارات العمومية، رغم أن مؤسسة ساورنت وقعت عقود مع الإدارة العمومية إلا أنها لا تتلقى مستحقاتها من هذه المؤسسات، مما يؤثر سلبا طبعا على سير عملها، ويبقى مصدر تمويلها الوحيد هو الميزانية المخصصة من طرف الولاية والتي لا تفي حتى بتغطية مصاريف تسييرها. إذا وعليه نخلص إلى النتائج الآتية. يقتصر اختصاص مؤسسة ساورنت على بلدية بشار فقط، ورغم أن قرار الإنشاء أتاح لها إمكانية فتح فروع على مستوى باقي البلديات، إلا أن نقص الوسائل المادية المالية الميزانية المخصصة جعل عملها يقتصر منذ تأسيسها 2014 إلى يومنا هذا 2011 على بلدية بشار فقط. ثانيا، عمل مؤسسة ساورنت يقتصر فقط على جمع النفايات ونقلها إلى مركز الردم التقني. ثالثا، تم القضاء على المفارغ العشوائية اللي كانت موجودة بولاية بشار وتعويضها بمفرغة مراقبة من طرف مركز الردم التقني للنفايات. لكن ورغم هذا، من خلال مقابلتنا مع المسؤولين في مؤسسة ساورنت وآلية العمل وطريقة العمل، لحد الآن تبقى النظرة السائدة لهذه النفايات على أنها أعباء يجب التخلص منها، على أنها أعباء يجب إزالتها، ولا تزال النظرة إلى النفايات على أنها مورد محتمل يمكن استغلاله يجب تثمينه بعيدة جدا على مستوى في هذه المؤسسة. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتورة. نعود الآن إلى جامعة الصيف ونقدم
مداخلة من تقديم الدكتور الياس بومعراف والأستاذة نجاة أخناق. بسم الله الرحمن الرحيم. في محور المداخلة تاعنا حول واقع تسيير نفايات الرعاية الصحية في المؤسسة الإشفائية العمومية الجزائرية، دراسة حالة المركز الإشفائي الجامعي ستيف. إن هدف أي قطاع رعاية صحية هو تعزيز صحة السكان بأفضل الطرق الممكنة من الفعالية على ضوء الموارد المتاحة. لذا يحتاج قطاع العناية الصحية للموازنة ما بين العرض الصحي والطلب الصحي، والتفكير جليا في مسألة التقليل من الممارسات التي تهدر الموارد، والسعي نحو اقتصاد التكاليف دون المساس بجودة الرعاية الصحية. أولا، وجب علينا معرفة ماهية النفايات الرعاية الصحية. تعرفها المنظمة العالمية للصحة على أنها جميع النفايات الناتجة عن مؤسسات الرعاية الصحية، منشآت البحث والمختبرات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تشمل أيضا النفايات التي تنشأ من مصادر ثانوية أو مبعثرة. حتى المنازل يمكنهم أن ينتجوا نفايات صحية. فحسب تقديرات المنظمة العالمية للصحة، من 75 إلى 90% من النفايات التي تنتجها المؤسسات الإشفائية هي عبارة عن نفايات منزلية. أنواع فئات النفايات الخطرة حسب تصنيف تاع المنظمة العالمية للصحة: هناك النفايات المعدية، وهي النفايات المشتبه في احتوائها على مسببات الأمراض. على سبيل المثال، نجد نفايات المختبرات، نفايات العزل، المناديل أو المواد والمعدات التي كانت على اتصال مباشر مع المرضى المصابين. نجد أيضا النفايات المرضية، وهي الأنسجة البشرية أو الوسائل. على سبيل المثال، نجد أجزاء الجسم، الدم وسوائل الجسم الأخرى بالإضافة إلى الأجنة. نجد أيضا النفايات الحادة مثل الإبر، أدوات الحقن، المشارط والسكاكين. النفايات الصيدلانية، وهي عبارة عن المواد الصيدلانية التي تجاوزت مدة صلاحيتها أو لم تعد هناك حاجة في استخدامها. الفئة الرابعة، نجد النفايات السامة للجينات، وهي مواد ذات خصائص سامة للجينات. نذكر من بينها النفايات التي تحتوي على أدوية تثبيط الخلايا، هذه غالبا ما تستخدم في أمراض السرطان، المواد الكيميائية السامة للجينات. الفئة الأخرى هي النفايات الكيميائية مثل الكواشف المختبرية، مطورات أفلام الأشعة، المطهرات منتهية الصلاحية أو لم يعد هناك لاستخدامها. الفئة الأخرى هي نفايات ذات نسبة عالية من المعادن الثقيلة مثل البطاريات، موازين الحرارة المكسورة، مقاييس الضغط الدم إلى آخره. الفئة الثالثة، وهي الحاويات المضغوطة مثل أسطوانات الغاز، خراطيج الغاز، علب الهواء الجوي. الفئة الثالثة والأكثر خطورة هي النفايات المشعة، والتي تحتوي على مواد مشعة مثل السوائل غير مستخدمة من العلاج الإشعاعي أو الأبحاث المختبرية. تعريف إدارة أو ما يسمى بتسيير النفايات الصحية. تعرف المنظمة العالمية للصحة باعتبارها أعلى هيئة صحية في العالم. هذه المنظمة تعرف إدارة النفايات الرعاية الصحية بأنها نظام إداري يتضمن ثلاث مبادئ رئيسية: الحد من النفايات الغير ضرورية، فصل النفايات العامة عن النفايات الخطرة، ومعالجة النفايات التي تقلل من المخاطر على العاملين الصحيين والمجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا وفقا للتعليمة الوزارية رقم 4 المؤرخة في 12/5/2013 الصادرة عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمتعلقة بتسيير شبكة القضاء على النفايات النشاطات العلاجية، قام المشرع الجزائري بتصنيف النفايات الاستشفائية إلى صنفين: النفايات خطرة ونفايات غير خطرة. بالنسبة للنفايات الخطرة، قسمها إلى ثلاث أنواع: هي النفايات المعدية أو نفايات النشاطات العلاج ذات خطر العدوى لداسخي، وتتضمن الضمادات، أدوات الوقاية، الدم أو أي سوائل بيولوجية أخرى. ثم النفايات السامة أو نفايات نشاطات العلاج ذات الخطورة الكيميائية، وتتمثل في البقايا الفاسدة من المواد الصيدلانية والكواشف المخبرية إلى غير ذلك. ثم أخيرا النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية، وهي بقايا النشاطات القاعات العمليات وقاعات الولادة. وقد قام المشرع الجزائري بتنظيم شبكة القضاء على النفايات الاستشفائية وفق 4 مراحل. أولا، بالنسبة لعملية الفرز. الفرز، نعني بالفرز فصل في أنواع النفايات الاستشفائية عند منبع إنتاجها أو خلال عملية العلاج.
وذلك وفق مجموعة من الشروط وضحها المشرع الجزائري في نفس التعليمة. يجب أن تكون الصورة توضيحية للخطر المطابق لطبيعة النفايات، وكذلك ملصقا يحدد هذا الخطر، خطر العدوى، حجم معدات التعبئة والتغليف مناسب لكل كمية، مناسبة لكمية النفايات المولدة. ثم أثناء الفرش تتوجه إلى مخازن التخزين الوسيط، وهي مساحات مخصصة فقط لإيداع النفايات النشاطات العلاجية، ويجب أن تكون متوفرة على التهوية والإنارة ومزودة بالمياه، ويجب أن يتم تنظيفها بصفة دورية. ثم الخطوة الثالثة هي النقل، هذا بالنسبة للمؤسسات التي لا تملك معدات للمعالجة الداخلية. النقل يتم عن طريق عربات صلبة الجدران وملساء وعازلة ومغطاة بغطاء وفقا لقاعدة الرموز المتعارف عليها عالميا، ويجب أن تكون عن طريق متعامل معتمد من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة. ثم العملية الرابعة والنهائية هي عملية المعالجة. بالنسبة للنفايات المنزلية يتم معالجتها عن طريق إيداعها في المفرغ العمومية. أما بالنسبة للنفايات الخطرة بمختلف أنواعها الثلاث، فيتم إما ترميدها أو دفنها أو تعقيمها. إذن العملية، سيرورة العملية داخل المركز الإشفائي الجامعي سطيف تتم كالآتي. اولا بالنسبه للاطراف الفاعله في هذه العمليه، نجد مديريه الموارد البشريه بحيث بصفتها المديره التي تضمن العنصر البشري الذي يتكفل بهذه العمليه، ضمان تكوين للافراد والعاملين المشرفين على هذه العمليه. ثم مديريه الوسائل الماديه باعتبارها هي التي توفر كل ما هو معدات و أدوات تنظيف وغير ذلك للإشراف على عملية تسيير النفايات. ثم لجنة محاربة الالتهابات الاستشفائية. بالنسبة للنفايات الخطرة، فبالنسبة للنفايات المعدية أو لداسخي أو نفايات نشاطات العلاج ذات خطر العدوى، يتم الفرز بتوفير كل المعدات وفقا لما تنص عليه التعليمة 04، سواء في قاعات العلاج أو في عربات العلاج. بالنسبة لعملية التخزين، أغلب مصالح الاستشفائية والتقنيات توفروا على مخازن وسيطة لتخزين النفايات الاستشفائية قبل نقلها النهائي إلى المعالجة. أما بالنسبة للعملية المعالجة، فالمستشفى انتهج استراتيجيتين. أولا المعالجة خارج الموقع، وذلك بعقد اتفاقية مع منشأة متخصصة مؤهلة قانونا في رفع نقل وحرق نفايات النشاطات العلاجية. بالنسبة للمعالجة داخل الموقع، فقد قام المركز الإشفائي الجامعي سطيف باقتناء جهاز تعقيم، أي باناليزور، لتعقيم النفايات الناتجة عن مستشفى الأم والطفولة الباز. أما بالنسبة للنفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية، فقبل صدور القرار الوزاري المؤرخ في 4 أفريل 2011 المثبت لكيفية معالجة النفايات الجسدية، كانت المعالجة تتم عن طريق الترميد، لكن بعد ذلك المستشفى تحصل على ترخيص من طرف بلدية سطيف للحصول على قطعة أرض لدفن كل الأعضاء الجسدية الممكن المتعارف عليها النفايات الناتجة عن قاعات الولادة. إذن خلال هذا المسار لاحظنا مجموعة من الاختلالات، أولها غياب تنظيم خاص بتسيير النفايات الاستشفائية في هيكل المستشفى، وهذا مما يبدد المسؤوليات ويضعف من حلقة المراقبة والمساءلة. ثم عدم المعرفة الدقيقة لتكاليف هذه النفايات وفي مختلف مراحله طبعا، وكميات الدقيقة المنتجة من طرف كل سرير أو من طرف كل مصلحة. ثم نقص الوعي تجاه الأخطار هذه النفايات، ونقص الأعوان المكلفين بهذه العملية، ثم نقص التكوين فيما يخص فرز النفايات الاستشفائية. وبالتالي نوصي بضرورة التطبيق السليم للتنظيم السائر المفعول فيما يخص معالجة كل عمليات معالجة النفايات الاستشفائية تحت طائلة العقوبات أو الإتاجات. ثم تفعيل دور مديرية الموارد البشرية من خلال بحثها على الثغرات في سلسلة التكفل بالنفايات الاستشفائية. ثم الحرص على استخدام جميع وسائل الوقاية وخلق وحدة هيكلية تنظيمية تتكفل بعملية تسيير النفايات الاستشفائية في كل مراحلها وتزويدها بمختلف وسائل اتخاذ القرار، باعتبارها هي المشرفة على وضع استراتيجيات تسيير النفايات الاستشفائية، وذلك بالتنسيق مع مديرية البيئة.
وبالتالي يمكن القول بأنه وفقا للمسار المنتهج من طرف مختلف الفاعلين في عملية تسيير النفايات الاستشفائية داخل المركز الإشفائي الجامعي سطيف، يمكن القول بأن النفايات بأن المستشفى ينتهج سياسة مستدامة في معالجة النفايات النشاطات العلاجية. وشكرا. إذن شكرا أستاذة على هذه المداخلة من قلب مستشفى الأم والطفل بمدينة أسطيف. نختتم الجلسة العامة الأولى بمداخلة من تقديم الدكتور معمر غداوية من جامعة خميس مليانة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة نزفها لكل من يتابعنا عن بعد من خلال هذا العرض الموجز حول موضوع مداخلتنا التي تتمحور حول إعادة تدوير النفايات ودورها في تعزيز مبادئ التنمية المستدامة، حيث حاولنا من خلال هذه الدراسة استعراض لتجارب منتقات لشركات ودول مختلفة. في البداية وك يعني توطئة للموضوع، كما نعلم أن قضية التخلص من النفايات أصبحت هاجسا يؤرق العديد من الدول العالم بما فيها دول العالم المتقدم والنامي. ولهذا السبب يعني التجأت العديد من الدول إلى طريقة للاستفادة من هذه النفايات وإعادة تدويرها أو تصنيعها وإدخالها في مدخلات يعني إنتاجية أخرى. ولهذا السبب أصبحت العديد من الدول تتسارع إلى اتباع هذا النهج الجديد أو الاقتصادي الجديد، ما يسمى بالاقتصاد الدائري، الذي يعني يعتمد على إعادة تدوير النفايات وتصنيعها وإدخالها في الدورة يعني الإنتاجية من جديد، بما يحقق أهداف اقتصادية واجتماعية وحتى تجارية. والهدف الأساسي في كل هذا وهو تحقيق تنمية شاملة أو أكثر من ذلك، وهي تنمية مستدامة. فلهذا السبب يعني حاولنا تسليط الضوء على من خلال دراستنا على هذا الموضوع، وقمنا بطرح الإشكالية أو التساؤل التالي، وهو إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه العملية، أي عملية إعادة تدوير النفايات، في تعزيز مبادئ التنمية المستدامة. الإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم دراستنا إلى ثلاث محاور أساسية. في المحور الأول تطرقنا إلى الأطر النظرية للتنمية المستدامة. المحور الثاني خصصناه لعملية للأساسيات حول تدوير النفايات. أما المبحث أو المحور الأخير فحاولنا من خلاله استعراض لتجارب منتقات لشركات ودول مختلفة. إذا حبينا نتكلم حول الأطر النظرية، سوف نقدم بعض المفاهيم الأساسية كمفهوم التنمية المستدامة ومفهوم إعادة التدوير. فالتنمية المستدامة كما نعلم هي عملية أو عملية نقل، عملية يتم من خلالها نقل المجتمع من الأوضاع القائمة إلى أوضاع أكثر تقدماً لتحقيق أهداف محددة تسعى لرفع مستوى معيشة المجتمع ككل من كافة جوانبه، عمرانياً، اجتماعياً، اقتصادياً، جمالياً، وذلك عن طريق استغلال كافة الموارد والإمكانات المتاحة في تحقيق الأهداف وحل المشكلات وتلبية احتياجات المجتمع في البيئات المختلفة.
وهذه التنمية تقوم على مبادئ أساسية يمكن أن نلخصها في بعض النقاط، وهي تحديد الأولويات بعناية، الاستفادة من كل دولار، اغتنام فرص تحقيق الربح لكل الأطراف، استخدام أدوات السوق حيثما يكون ممكنا، الاقتصاد في استخدام القدرات الإدارية والتنظيمية، العمل مع القطاع الخاص، الإشراك الكامل للمواطنين، توظيف الشراكة التي تحقق نجاحا، تحسين الأداء الإداري المبني على الكفاءة والفعالية، وإدماج البيئة من البداية. الآن نأتي إلى نقطة أخرى، وهي إعادة التدوير أو تدوير النفايات. فتدوير النفايات هي يمكن تعريفها على أنها العملية التي تشير إلى إعادة تصنيع النفايات أو بقايا المواد المستعملة مثل الإناء الفارغة وأكياس البلاستيك والأجهزة التالفة وغيرها، ونقلها إلى أماكن إنتاجها أو بيعها، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية وتقليل مشاكل البيئة والاستفادة من المواد الخام وتحويلها إلى منتجات جديدة. وتجدر الإشارة إلى المنتجات الناتجة عن التدوير، وكذلك المواد القابلة للتدوير يجب أن تحمل علامة معينة ترشد الزبون إلى أن هذا المنتج مصنوع من نفايات مدورة، وأن هذا المنتج يمكن تدويره والاستفادة منه بعد الاستعمال. وهذه العملية كما نعلم تمر بمراحل فنية، وهي التجميع، النقل، الفرز، ثم التفكيك، النظافة أو التنظيف، وإعادة التدوير. الآن نأتي إلى الجانب التطبيقي، وهو استعراض لتجارب منتقات لشركات ودول مختلفة. نبدأ بالتجربة الإماراتية، حيث تعد الإمارات رابع أكثر دول العالم استهلاكا للطاقة، والسادسة عالميا في استهلاك وقود البنزين مقارنة بعدد السكان. كما تشير الإحصائيات إلى أن إعادة التدوير في دبي وصل إلى أعلى مستوياته بنسبة توازي 25% من إجمالي المخلفات خلال الأعوام الماضية، يعني من 2015 حتى 2018، مقارنة بمتوسط نسبته 45% في الاتحاد الأوروبي. كما تمتلك الإمارات أحد أعلى معدلات نصيب الفرد الواحد من إنتاج النفايات في العالم. ووفقا لإدارة النفايات في بلدية دبي بالتحديد، فإن كل فرد من سكان دبي يساهم بنحو 1000 كيلوغرام من النفايات سنويا. وفي ضوء مواجهة الآثار الناجمة عن مثل هذه المعدلات والمساعدة في تخفيف حدة المشكلة، تخطو دولة الإمارات خطوات متسارعة نحو تبني نموذج لإعادة التدوير، حيث أطلقت لتحقيق هذا الهدف عدد من المبادرات والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. نأتي الآن إلى التجربة الثانية، وهي شركة ديل باعتبارها كنموذج لتحقيق الإنتاج النظيف، حيث أطلقت هذه الشركة برنامجا لتدوير منتجاتها من أجهزة الكمبيوتر المستعمل والطابعات والمواد الأخرى ذات الصلة بها، وعبر 1500 مخزن في عموم الولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا البرنامج الأكبر في برامج إعادة تدوير المواد الإلكترونية في أمريكا وبشكل مجاني، إذ استطاعت أن تجمع ما يقرب من 102 مليون باوند من مواد تجهيزات الحواسيب من المستهلكين عام 2007، وبزيادة قدر 20% عن سنة 2006. تجربة أخرى أو نموذج آخر هو تجربة شركة فورد في إعادة التدوير، حيث تعتبر شركة فورد الرائدة في صناعة السيارات في أمريكا، حيث صممت هذه الشركة شاحناتها وسياراتها المصنعة بطريقة تجعل من الممكن فصل وفرز المواد الموجودة فيها وإعادة تدويرها بسهولة نسبية، إذ أن 87% من الشاحنة المصنعة أصلا من المعدات الحديد الألمنيوم بشكل أساسي، وإذا ما تم إضافة مكونات بلاستيكية أو مطاطية فسيكون المجموع يتراوح بين 85 و95% من الشاحنة بمجملها، وهذه المواد جميعها يمكن إعادة تدويرها مرة أخرى. ومع زيادة الوعي لدى المستهلكين بالضرر الذي يمكن أن يؤدي إليه التخلص من البلاستيك، قررت فورد زيادة نسبة المواد المعاد تدويرها والمستخدمة في كل سيارة جديدة تصنعها. فمثلا قررت تحويل البلاستيك إلى سجاد للسيارة. فيعني هذه يعني تجربة رائدة في هذا المجال،
حبذا لو يتم الاقتداء بها في شركاتنا الموجودة في الجزائر أو المستقبلية. وبهذا نكون قد استعرضنا أهم النماذج. نتمنى أن يعني أن تكون هذه المداخلة في المستوى المطلوب. وفي الأخير نقول على أن هذا الاقتصاد أو هذا النموذج أو عملية تدوير النفايات بالتحديد لابد من اللجوء إليها والاعتماد عليها مستقبلا، لأنها تدر أرباحا كبيرة وتخلص البيئة من التلوث وتحافظ على الصحة الأفراد، ولديها فوائد كبيرة لابد من الاهتمام بها مستقبلا. وبهذا نكون قد أتممنا هذا الإلقاء أو هذا العرض الموجز، وإلى ملتقى آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم. شكرا دكتور معمر، وشكرا لجميع المتدخلين في الجلسة العامة الأولى. بعد هذا الفاصل سننتقل إلى المناقشة العامة التي سيترأسها الدكتور عثمان بودحوش. Thank you.